عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الفيزياء للصف الثاني المتوسط. وصلنا إلى البكرة صفحة 51 من المنهج الجديد. هنا راح نتعرف على البكرة وأنواع البكرة. أول شيء نعرف البكرة، هي آلة بسيطة مكونة من عجلة تدور حول محور تحوي على أخدود يمر فيه حبل أو سلك. طبعا البكرة احنا وين نستعملها؟ نستعملها مثلا نريد نرفع فد ثقل، نستعملها مثلا في البناء. هذه هي البكرة. زين، هذه آلة بسيطة، منين مكونة؟ مكونة من عجلة، هذه هي العجلة، عجلة تدور حول محور ثابت، هذا المحور الثابت. زين، تحتوي على أخدود. شنو يعني الأخدود؟ هسه إذا تلاحظون هذا الحبل وين هنا جاي يمر؟ جاي يمر هنا اكو مثل الفراغ حول هذه العجلة، فهذا الفراغ اللي يمر به الحبل او السلك يسمى الأخدود. صار واضح؟ إذا البكرة هي آلة بسيطة مكونة من عجلة تدور حول محور تحتوي على أخدود يمر به الحبل او السلك. زين، هذا تعريف البكرة. زين، البكرة على نوعين، يا اما يكون البكرة ثابتة او البكرة المتحركة. البكرة الثابتة وهي البكرة التي يبقى محورها ثابت الموضع في اثناء الاستعمال ومثبتا في مركز العجلة. البكرة الثابتة هي البكرة التي يبقى محورها ثابت، هذه البكرة تكون ثابتة. محورها شنو؟ محورها ثابت الموضع في اثناء الاستعمال. يعني من نستعمل هذه البكرة، هذا العجلة مالتها المحور مالتها يكون ثابت، المحور مالتها يكون ثابت ومثبتا في مركز العجلة. هنا يعني مثبت في هذا المركز، هاي البكرة مثبتة في هذا المركز. زين، وعند استخدامها نؤثر بقوة للأسفل. فشلون نستعمل هذه البكرة الثابتة؟ هذه البكرة الثابتة من نريد نستعملها، اتجاه القوة راح يكون للأسفل. يعني هنا عندنا هذا ثقل اللي هو المقاومة، من نريد نرفع هذا الثقل اتجاه القوة شلون راح يكون؟ راح يكون اتجاه القوة للأسفل. يعني هنا حتى نرفع هذا الثقل راح نسحب هذا الحبل، نسحبه للأسفل، يعني اتجاه القوة راح يكون للأسفل فراح يرتفع هذا الثقل. صار واضح؟ زين، فتتحرك المقاومة للأعلى، يعني من هنا يكون اتجاه القوة للأسفل، المقاومة راح تتحرك إلى الأعلى، وتكون القوة مساوية للمقاومة. يعني شنو؟ يعني من نريد نسحب هذا الحبل، القوة اللي نحتاجها هي مساوية لهذا الثقل، مساوية لهذا الثقل. يعني هذا الثقل إذا نريد الرفعة فالقوة اللي نحتاجها هي مساوية لهذا الثقل. زين، وتستخدم البكرة الثابتة لتغير اتجاه القوة. من نستعمل هذه البكرة شنو اللي راح نحصل؟ راح نحصل على ربع قوة أو ربع سرعة؟ لا، هنا فقط راح نغير اتجاه القوة، راح يكون اتجاه القوة للأسفل. فهذه هي الفائدة من البكرة الثابتة. البكرة الثابتة فائدتها هي فقط تغيير اتجاه القوة، راح يكون اتجاه القوة للأسفل. زين، وهي تمثل عجلة من النوع الأول. طبعا العجلات من النوع الأول المرتكز يكون في الوسط بين القوة والمقاومة، إذا هذه عجلة من النوع الأول، المرتكز هو في الوسط وهنا عندنا المقاومة والقوة، إذا هنا عندنا هذه العجلة من النوع الأول. وعرفنا أنواع العجلات اللي العجلة من النوع الأول يكون فيها المرتكز بين القوة والمقاومة. زين، وذراع القوة فيها يساوي ذراع المقاومة، وفي حالة الاتزان تكون القوة مساوية لمقدار المقاومة. يعني هنا من يصير اتزان راح يكون القوة هي مساوية لمقدار المقاومة، لأن ذكرنا أن القوة هي تساوي المقاومة، والفائدة الميكانيكية لها يساوي واحد. فهنا ما راح نحصل على ربح قوة، لا، الفائدة هي فقط تغير اتجاه القوة راح يكون إلى الأسفل. إذن هنا نعرف البكرة، نقول هي آلة بسيطة مكونة من عجلة تدور حول محور تحوي على أخدود يمر فيه حبل أو سلك. وأنواعها عندنا البكرة الثابتة والبكرة المتحركة، وشرحنا عن البكرة الثابتة تعريفها، وهي البكرة التي يبقى محورها ثابت الموضع في أثناء الاستعمال ومثبتا في مركز العجلة. زين، وعرفنا صفات هذه البكرة والفائدة منها. هسه نجي إلى البكرة المتحركة، وهي البكرة التي يغير محورها موضعه مع حركة الثقل في أثناء الاستعمال. عندنا هذه
الصورة هي بكرة متحركة. هذه البكرة المتحركة يغير محورها، يعني هذا المحور مال البكرة يغير موضعه مع حركة الثقل، مع حركة الثقل في أثناء الاستعمال. يعني عندنا هذه البكرة ومعلقة معلق بها ثقل، فهنا من نريد نستعمل نريد نرفع هذا الثقل، هذا البكرة المحور البكرة راح يغير موضعه، يعني راح يتحرك مع الثقل، راح يتحرك مع الثقل. فهنا عندنا القوة راح يكون اتجاهها نحو الأعلى، القوة راح يكون اتجاهها نحو الأعلى، اتجاه القوة راح يكون إلى الأعلى. يعني من نريد نسحب هذا الثقل، فهنا اتجاه القوة يعني نسحب هذا الحبل، نسحب هذا الحبل باتجاه الأعلى، فهنا راح يتحرك هذا الثقل. صار واضح؟ فمن يتحرك هذا الثقل راح يتحرك وياها البكرة، يعني هذه البكرة هي بكرة متحركة تغير موضعها مع حركة الثقل في أثناء الاستعمال. صار واضح؟ وعند استعمالها نحتاج إلى قوة صغيرة لرفع ثقل كبير. بهذه البكرة ما نحتاج إلى قوة كبيرة، ما نحتاج إلى قوة كبيرة، نحتاج إلى قوة صغيرة لرفع ثقل كبير. يعني هنا يكون أسهل، هذه تكون أسهل. ليش؟ لأن القوة اللي نحتاجها هي قوة صغيرة مقارنة مع الثقل. عكس البكرة الثابتة، البكرة الثابتة القوة تساوي المقاومة، أما المتحركة لا، القوة هي أصغر من المقاومة، يعني أصغر من الثقل، يعني نحتاج إلى قوة صغيرة لرفع ثقل كبير. صار واضح؟ وتتحرك البكرة والثقل معا عند السحب الطرف الحبل، مثل ما ذكرنا أنه من نسحب هذا الحبل فالبكرة والثقل اثنيناتهم يتحركون. زين، تمثل عتلة من النوع الثاني. ليش؟ لأن هنا عندنا المقاومة صار بين القوة والمرتكز، هذه المقاومة الثقل بين القوة والمرتكز، فهي عتلة من النوع الثاني. زين، يكون مقدار القوة مساوي إلى نصف مقدار المقاومة. احنا ذكرنا انه في هذه البكرة ما نحتاج الى قوة كبيرة، فهنا عندنا القوة هي نصف المقاومة، نصف. يعني هذا الثقل اذا كان 100 فالقوة اللي نحتاجها هي 50. صار واضح؟ يعني القوة نحتاج الى قوة صغيرة هي نصف الثقل. زين، وذراع القوة فيها يساوي ضعف ذراع المقاومة، لذلك نحصل على ربع قوة يساوي 2. يعني هنا شنو راح نحصل؟ راح نحصل على ربع قوة. ليش؟ لأن ما نحتاج إلى قوة كبيرة لرفع ثقل، نحتاج إلى قوة نصف مقدار الثقل. صار واضح؟ زين، وتستخدم عادة البكرة الثابتة والمتحركة معا، يعني مثل ما تلاحظون في هذا الشكل، هذه بكرة ثابتة وبكرة متحركة معا، يعني اثنيناتهم نستخدمهم في العمل. ليش؟ لتكون نظاما لزيادة ربح قوة، كما في رافعات الأثقال المستعملة في تشييد البنايات العالية. يعني هذه البكرة الثابتة والمتحركة يستخدمونها وين؟ يستخدمونها في البناء، في البناء العالي، حتى يرفعون المواد الثقيلة إلى الأعلى. فهنا شنو يستعملون؟ يستعملون البكرة الثابتة والبكرة المتحركة معا اثنيناتهم. ليش؟ حتى لزيادة ربح قوة، يعني حتى تسهل إنجاز العمل، تسهل إنجاز العمل، فهنا راح يصير ربح قوة. صار واضح؟ فهنا عندنا الفرق بين البكرة الثابتة والبكرة المتحركة، سويت لكم إياها مقارنة راح أعطيكم إياها نهاية الفيديو. صار واضح؟ هذا بالنسبة للبكرة الثابتة والبكرة المتحركة. نجي إلى كفاءة الآلة. ما كفاءة الآلة؟ طبعاً إحنا الآلات نستعملها لإنجاز عمل، لإنجاز شغل. ليش نستعمل آلات؟ حتى تسهل إنجاز الشغل، تسهل إنجاز الشغل. فلكي تعمل الآلة يجب أن تزود بطاقة. فهذه الآلة إذا أريد أستعملها، مثل الآلات تستعملها في البناء، مثل عندنا الشاحنات الكبيرة، هذه الآلات تحتاج إلى طاقة. زين، وتقوم الآلة بتحويل الطاقة الداخلة عليها إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. الآلة شلون تعمل؟ أزودها بطاقة فهي راح تنتج لي طاقة ثانية. زين، لكن في أثناء الاستعمال، في أثناء عمل الآلة راح يحدث فقدان للطاقة بسبب الاحتكاك. يعني الطاقة الداخلة إلها مو مثل الطاقة المنجزة الناتجة، راح يكون هنا عندنا فقدان للطاقة. ليش؟ بسبب الاحتكاك، أو أن جزء من الطاقة الداخلة إلى الآلة يتحول إلى طاقة حرارية غير مفيدة. يعني الآلة حتى تشتغل تحتاج إلى طاقة، من أنطيها طاقة؟ الشغل اللي الناتج
الطاقة اللي تنطيني إياها اللي أنا أحتاجها هي مو نفسها نفس المقدار الطاقة الداخلة إلها. ليش؟ لأن الآلة في أثناء العمل تفقد جزء من هذه الطاقة، تفقد جزء من هذه الطاقة الداخلة إلها، يا أما بسبب الاحتكاك تحول جزء من الطاقة الداخلة إلها إلى طاقة حرارية غير مفيدة. هسه راح أعطيكم مثال، مثل عندنا المصباح، المصباح الإنارة، أنا شنو أريد من المصباح؟ أريد من عنده ضوء، زين، لازم شنو أزوده؟ أزوده بطاقة كهربائية، زين، من أعطيته طاقة كهربائية حتى حصل على إنارة، لكن الطاقة مثلا الكهربائية اللي أعطيتها هي 100 جول، بس الطاقة الناتجة اللي هي الإنارة ما أعطتني 100، لا راح تنطيني 70 مثلا. ليش؟ لأن جزء من هذه الطاقة الداخلة إلها انفقدت بسبب تحول جزء من هذه الطاقة إلى طاقة حرارية غير مفيدة. يعني الضوء من يشتغل ينطينا ضوء وكذلك ينطيني طاقة حرارية، يعني نشوف مثلا المصباح صار حار، فهذه الطاقة الحرارية أنا ما راح استفاد منها، أنا أريد فقط إنارة، فهنا صار ضياع للطاقة، ضياع جزء من هذه الطاقة، تحولت جزء من هذه الطاقة اللي أنا انطيتها للمصباح حولت لي جزء من عتها إلى طاقة حرارية غير مفيدة، أنا ما أحتاج الحرارة، أنا أحتاج ضوء. صار واضح؟ فعندنا الآلة من تعمل أزودها بطاقة لكن جزء من هذه الطاقة راح ينفقد أو تحول جزء من هذه الطاقة إلى طاقة حرارية غير مفيدة. صار واضح؟ فماكو آلة تنطيني يعني كفاءة عالية بنسبة 100%. ليش؟ لأن لا توجد آلة مثالية عملياً، لا توجد آلة مثالية عملياً، يعني ما توجد آلة أنطيها طاقة مقدار طاقة وتنطيني نفس الطاقة الداخلة، نفس مقدار الطاقة الداخلة، لا. ليش؟ لأن الآلة لا تستطيع أن تحول كل الطاقة الداخلة فيها إلى طاقة مفيدة مطلوبة، لازم يحدث فقدان لهذه الطاقة. صار واضح؟ فالكفاءة، كفاءة مثلاً أي جهاز، كفاءة أي جهاز كهربائي على من هنا يعتمد؟ يعتمد على الطاقة الداخلة والطاقة الخارجة في 100%. فماكو آلة تنطيني طاقة 100%، يعني مثل الطاقة الداخلة إلها تنطيني طاقة ناتجة هي 100%. صار واضح؟ فراح يصير فقدان. صار واضح؟ فحتى أحسب كفاءة الآلة شنو أقول؟ الطاقة الخارجة على الطاقة الداخلة في 100%. فكل ما كانت كفاءة هذه الآلة تنطيني طاقة أقرب إلى 100 تكون كفاءتها عالية. صار واضح؟ زين. وبما أن الطاقة الداخلة تقاس بمقدار الشغل المنجز على الآلة والطاقة الخارجة تقاس بمقدار الشغل الناتج، إذن راح يكون القانون كفاءة الآلة يساوي الشغل الناتج على الشغل المنجز في 100%. طبعا هذا القانون كفاءة الآلة هذا ينحفظ، عندنا هذا قانون لكفاءة الآلة وهذا كذلك قانون لكفاءة الآلة. إذن لا توجد آلة مثالية، لكن هذه الآلة إذا كانت فقدان للطاقة مالتها قليل إذن الآلة ذو كفاءة عالية. صار واضح؟ هسه راح نضيكم الملخص. الآن عندنا تعريف البكرة، وهي آلة بسيطة مكونة من عجلة تدور حول محور تحوي على أخدود يمر فيه حبل أو سلك. البكرة على نوعين، البكرة الثابتة والبكرة المتحركة. البكرة الثابتة وهي البكرة التي يبقى محورها ثابت الموضع في أثناء الاستعمال ومثبتا في مركز العجلة. زين، الفائدة الميكانيكية للبكرة الثابتة هو تغير اتجاه القوة. زين، أما البكرة المتحركة وهي البكرة التي يغير محورها موضعه مع حركة الثقل في أثناء الاستعمال، وعند استعمالها نحتاج إلى قوة صغيرة لرفع ثقل كبير. زين، تستخدم عادة البكرة الثابتة والمتحركة معا، اثنيناتهم يستخدموهن. ليش؟ لتكون نظاما لزيادة ربح قوة كما في الرافعات الأثقال المستعملة في تشييد البنايات العالية. زين، ما الفائدة الميكانيكية من البكرة المتحركة؟ هو تقليل مقدار القوة إلى النصف، لان احنا عرفنا في البكرة المتحركة، لان احنا عرفنا في البكرة المتحركة يكون مقدار القوة هو نصف الثقل، هو نصف المقاومة. صار واضح؟ اذن الفائدة الميكانيكية من البكرة المتحركة هي تقليل مقدار القوة الى النصف. زين، هنا عندنا مقارنة بين البكرة الثابتة والبكرة المتحركة. البكرة الثابتة محورها ثابت الموضع في اثناء الاستعمال، أما المتحركة يكون محورها يغير موضعه مع حركة الثقل.
ثانيا القوة تساوي المقاومة في البكرة الثابتة، والبكرة المتحركة القوة تساوي نصف المقاومة. زين، البكرة الثابتة هي عتلة من النوع الأول، البكرة المتحركة هي عتلة من النوع الثاني. زين، البكرة الثابتة الفائدة الميكانيكية تساوي واحد، أما البكرة المتحركة الفائدة نحصل على ربح قوة يساوي اثنين. زين، في البكرة الثابتة اتجاه القوة للأسفل، والمتحركة اتجاه القوة للأعلى. زين، في البكرة الثابتة ذراع القوة يساوي ذراع المقاومة، أما المتحركة ذراع القوة يساوي ضعف ذراع المقاومة. هذه المقارنات بين البكرة الثابتة والمتحركة وضحتها لكم بالرسم. عندنا كفاءة الآلة تعريف، وهي النسبة بين الطاقة الخارجة منها إلى الطاقة الداخلة فيها في 100%. في 100%. زين، الفائدة من الآلة هي تسهيل إنجاز العمل. الفائدة من الآلة هي تسهيل إنجاز الشغل. زين، كفاءة الآلة، هذا قانون كفاءة الآلة، هو الطاقة الخارجة على الطاقة الداخلة في 100%. زين، عمل الآلة شنو هو عمل الآلة؟ يقوم بتحويل الطاقة الداخلة عليها إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. زين، سؤال، لماذا يحدث فقدان للطاقة؟ بسبب الاحتكاك، إذ أن جزء من الطاقة الداخلة إلى الآلة يتحول إلى طاقة حرارية غير مفيدة. زين، هل توجد آلة مثالية عمليا؟ الجواب كلا، لأن الآلة لا تستطيع أن تحول كل الطاقة الداخلة فيها إلى طاقة مفيدة مطلوبة. زين، هنا عندنا قانون آخر لكفاءة الآلة. كفاءة الآلة شي يساوي الشغل الناتج على الشغل المنجز في 100%. فهنا عندنا الطاقة الداخلة تقاس بمقدار الشغل المنجز، اللي هو هذا الشغل المنجز، هذه الطاقة الداخلة. زين، والطاقة الخارجة تقاس بمقدار الشغل الناتج، هذا الشغل الناتج هو الطاقة الخارجة. صار واضح؟ هذا ملخص درسنا لهذا اليوم، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.